فنلخص بقى الفوتوالكتريك افكت. الافكت بتاع الاتوميك نمبر بيسكلي احنا بنتكلم مثلا على لو احنا بنتكلم على انواع تيشو تايبس مختلفه زي الفات زي السوفت تيشو زي اللانج زي البون، بيبقى في عندنا حاجه اسمها افكتيف اتوميك نمبر. افكتيف اتوميك نمبر ده احنا عندنا اي ماده مكونه من ذرات مختلفه، الذرات المختلفه دي موجوده بنسب مختلفه، بنحسب حاجه زي ويتد افريج للاتوميك نمبرز الموجوده عندنا في كل واحده من انواع التيشوز المختلفه دي. كل واحده بنضرب النسبه بتاعه الاباندنس بتاعها او نسبه وجودها في الماتيريال دي او في الماده دي او في التيشو دوت، ونحسب في الاخر افريج نمبر كده بيبقى هو ده الافكتيف اتوميك نمبر. بالنسبه للفات الافكتيف اتوميك نمبر بيبقى 6.3، بالنسبه للبون بيبقى 13.8. طبعا بنتكلم على في زياده كبيره جدا في البون، وبنتكلم على ان احنا العلاقه بتاعه الانتر اكشن في الفوتو الكتريك افكت بتبقى زي تو ذا باور 3. فمعنى كده بنتكلم على الانتر اكشن مع البون بيبقى ماتش مور ذان الانتر اكشن مع الفات ومع السوفت تيشو مع اللنج. وبالتالي زي ما احنا بنشوف في الصور بتاعه الاكس راي البون بيطلع لنا بغايه الوضوح، يعني بيطلع لنا فعلا الاتنيويشن فيه بيبقى عالي جدا جدا، اعلى بكتير جدا من اي نوع من انواع التيشوز الاخرى. لو بنتكلم على الكونتراست ماتيريالز، يعني مثلا في بعض الاحيان لما شخص مثلا بياخد صوره اكس راي وهو ما خدش كونتراست ماتيريال بيبقى داخل الامعاء مثلا بيبقى فيه عندنا هواء، الهواء دوت الافكتيف اتوميك نمبر بتاعه لما بنشوف بقى الاكسجين والنيتروجين والحاجات الموجوده فيه لو شفنا الافريج بتاعهم بيطلع لنا 7.6. لو احنا حققنا ماده بنسميها كونتراست ماتيريال، يعني حققنا صبغه، في انواع صبغات بتستعمل في التصوير في الاكس راي زي الايودين زي اليود وزي الباريوم. اليود عاده بيستعمل في الدم، الباريوم عاده بيستعمل في مثلا الامعاء والحاجات اللي زي كده. بنتكلم على الاثنين بنتكلم 53 56، اعلى بكتير جدا من الاير، اعلى من الحاجه اللي كانت موجوده اصلا موجوده جوه الجسم، واعلى من بقيه الانواع الثانيه بتاعه التيشوز الموجوده داخل الجسم. وبالتالي الاجزاء اللي بيحقن فيها الصبغات دي بتطلع بشكل اوضح بكتير جدا من الانواع بتاعه التيشوز اللي حواليها، وبالتالي تسمح لنا نشوف حاجات ما كناش نقدر نشوفها بشكل واضح من غير ما احنا نحقن الصبغه دي. فعشان كده احنا بنختار الصبغه او الكونتراست ماتيريال اللي بنستعملها في الاكس رايز ان بيبقى الافكتيف اتوميك نمبر بتاعها بيبقى اعلى بكتير جدا من التيشوز الموجوده داخل الجسم عشان نقدر نشوف كونتراست. طبعا ممكن نفكر برده في مواد اخرى زي الكونكريت زي الموليبدينوم زي التانكسين زي اللاد، الحاجات دي بقى بنستعمل بقى في العزل لما بيجي نعزل الاكس راي، لما نيجي دلوقتي عايزين نعمل غرفه اكس راي عايزين نعزلها عن الغرف اللي حواليها، مش عايزين الاكس راي اللي بيبقى جنريتد وسكاترد داخل غرفه الاكس راي يطلع ويأذي الناس اللي موجوده بره. فممكن نحط مثلا لو احنا عملنا كونكريت، الكونكريت الافكتيف اتوميك نمبر بتاعه بنتكلم على 17، لو حطينا لاد، لاد اللي هو الرصاص بيبقى 82. فبنتخيل كده احنا يعني نسبه اعلى بكتير جدا بنقدر ان احنا نشيلها باللد، ان احنا نعمل ترصيص للجدران بتاعه غرفه الاشعه اكتر بكتير جدا من احنا نحط كونكريت. فبالتالي ممكن نحط فيري سمول ثيكنس للرصاص ممكن يغنينا عن يعني ثيكنس اكبر بكتير جدا بالنسبه للكونكريت اللي هو الخرسانه او المواد الاخرى اللي بتستعمل في الايه في عمليات الترصيص او عمليات العزل الاشعاعي بالنسبه لغرف الاكس راي. طبعا بنتكلم بقى لو احنا شفنا العلاقه بين الكونتور سكاترينج وبين ال يعني علاقه بين الكونتور سكاترنج وبين الفوتوالكتريك افكت، طبعا بنلاحظ ان احنا عندنا بالنسبه للاتوميك نمبر، اتوميك نمبر ما يفرقش مع الكونتور سكاترنج خالص، وبالتالي تغيير الزي يا تغيير الاتوميك نمبر افكتيف اتوميك نمبر ما تفرقش خالص مع الكونتور سكاترنج. فبالتالي كل ما احنا علينا بالزي كل ما كان الاتنيويشن اكتر بالنسبه للفوتوالكتريك افكت او تاثيره اكتر، وتاثير الكونتور سكاترنج بيفضل زي ما هو. بالنسبه لو احنا شفنا العلاقه مع الانرجي زي ما احنا كنا بنتكلم، هو علاقه يعني بتبقى علاقه لها على يعني 1 على اي تو ذا باور 3 اوكي، فبالتالي بنتكلم على انها بتنزل بسرعه جدا 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 زي ما شفنا هنا كده. العلاقه طبعا زي ما احنا كنا شفنا في الكونتر سكاتر كان 1 على اي بس، يعني انفرس بروبورشناليتي بس ما فيهاش الباور 3 دي. فبالتالي بنلاقي ان احنا عندنا كل ما احنا علينا بالاكس راي انرجي كل ما كان الكونتور سكاترنج بيبقى دوميننت عن الفوتو الكتريك افكت. لو خدنا نفس الكيرف ده هو رسمناه بلوج سكيل
عشان نشوفه بشكل اوضح شويه، بنلاقي ان احنا زي ما احنا شايفين كده السوفت تيشو عند مثلا 60 او بعد 60 بشويه بنلاقي خلاص تقريبا يعني اقل مثلا 1% من الانرجي بتاعته، يعني الانرجي اللي مشيت في السوفت تيشو يعني بيسكلي بيبقى البروبابيلتي بتاعت الانتراكشن بتبقى 1% من الانتراكشن بيحصل مثلا عند 20. بالنسبه للبون هنلاقي ان هو ستيل اعلى بكتير الحقيقه. اوكي، فبالتالي نقدر نشوف كونتراست بتوين السوفت تيشو والبون كل ما احنا علينا بالكيلو فولت بتاع كيلو الكترون فولت بتاع الانرجي بتاع الاكس راي. فبالتالي لما احنا نكون عايزين نشوف سوفت تيشو هنستعمل رينج اوف اكس راي انرجيز يكون قليل، لما نكون عايزين نستعمل يعني حاجه زي مثلا عايزين نشوف اساسا البون بنستعمل انرجي تكون عاليه علشان نقدر نشوف كونتراست واضح بينها وبين السوفت تيشوز الموجوده عندنا داخل الجسم. طبعا مهم جدا بالنسبه لنا برضو ان احنا نشوف الاتوميك نمبرز اللي هي موجوده بتاعه المواد المختلفه اللي موجوده الاليمنتس الموجوده عندنا داخل التيشوز. فبنلاقي مثلا بالنسبه للبايندنج انرجي بتاعتهم بنلاقي بالنسبه للهيدروجين اللي هو موجود عندنا في الميه اللي موجود عندنا في كل انواع التيشوز الاورجانيك عموما بنلاقي ان البايندنج انرجي بتاعته 0.02 كيلو الكترون فولت، يعني قليله جدا جدا جدا. وبالتالي لو احنا بنعمل مثلا يعني اكس راي ايمجينج بانرجي مثلا 60 كيلو الكترون فولت، اولموست 60 كيلو الكترون فولت دول بيتحولوا لطاقه حركيه او كاينتيك انرجي للالكترون اللي طالع دوت. فبالتالي بيبقى في عندنا طبعا الكترون طالعه بسرعه عاليه جدا ممكن تعمل لنا دامج بالنسبه للتيشو، وده طبعا احد المشاكل اللي موجوده عندنا في الاكس راي ايمجينج. طبعا كل ما بنعلى بانواع التيشوز مثلا المختلفه، لما بنتكلم على الليد مثلا البايننج انرجي بتاعت الليد بنتكلم على ان هي 88 بنتكلم على في صعوبه الحقيقه ان يحصل انتراكشن بشكل يبقى يعني افكتيف عشان الانرجي الحقيقه بتبقى عاليه جدا، يعني لازم يكون الانرجي اعلى من 100 كيلو الكترون فولت عشان تقدر نعمل انتراكشن ونعمل نشيل يعني ندي البايننج انرجي اللي محتاجها الكي شيل الكترون الموجود عندنا في الليد فور اكزامبل. طبعا ممكن يحصل انتراكشن مع يعني شيلز ثانيه اخرى، يعني ممكن يبقى الشيلز اللي مثلا شرط الكي ممكن يبقى ال ممكن يبقى الام حاجات ثانيه، بس عامه الكي شيل بيبقى فيه صعوبه نتيجه ان احنا محتاجين بايننج انرجي عاليه. انما احنا بنحب ان احنا نشوف الهيدروجين بالذات، هيدروجين والكربون والاكسجين، نتيجه ان هم موجودين عموما في كل انواع الاورجانيك تيشوز. وبالتالي لما يكون البايننج انرجي بتاعت الكي شيل الكترونز بتاعتهم قليله بالشكل ده كده يبقى متوقعين ان الكاينتيك انرجي بتاعت الالكترون اللي طالع هتكون عاليه، وبالتالي ممكن يعمل انتراكشن بشكل ممكن يكون الى حد ما ممكن يعمل دامج للتيشوز اللي حواليه.